تعود نشأة مدينة الصويرة إلى ما قبل الميلاد على يد الفينيقيين الذين استهوتهم الملاحة، فدانت معظم سواحل المتوسط والأطلسي لحكم حضارتهم البحرية إلى أن تراجعوا أمام تقدم الرومان والمسلمين بعدهم. ولما دانت البحار للبرتغاليين وقعت الصويرة في قبضتهم قبل أن يستردها المغرب. كل هؤلاء شكلوا هوية المدينة معتمدين على مؤهلاتها الطبيعية، وغابات العرعار التي انحصرت عن كل القارة الإفريقية ما عدا المغرب أهمها. عمارة المدينة قديما قامت على هذا النوع من الخشب، فصنعت منه الأبواب والأسقف لقوته ورائحته الطيبة. اليوم وبسبب ندرة وغلاء العرعار بات يخصص لصنع الأثاث، إذ يزخرف بخشب الليمون الأبيض وعدة مواد أخرى، ويتطلب ذلك الوقت والتركيز الكبيرين من الصانع لإتمام القطعة المطلوبة منه. صناعة الأثاث من خشب العرعار ليست هي الأصعب، لأن صناعة التحف الفنية التي تميل إليها اليوم القلة المتبقية من حرفي المدينة أصعب ما قد يفكر الصانع في إبداعه ما لم يملك زمام الحرفة وأصولها. والمزهريات التي تكون عادة من طين تعد من أصعب هذه التحف التي يختص فيها عبد العزيز، فالواحدة تتطلب منه لإنهائها ما بين 4 أشهر و6. الطاولات تتطلب جهدا أكبر من غيرها بسبب حجمها الكبير وكثرة المواد المستعملة في تزيينها، ما بين النحاس والفضة وخشب البرتقال والخشب الأسود، إضافة إلى عظام الجمال. وبتراكم الخبرة يستغني الصانع عن الآلة أو التصميم، وهو لا يعمل إلا تحت الطلب فقط لإنجاز تحفه التي تأخذ منه الوقت الطويل. المنحوتات الخشبية أيضا من أجمل ما يبدعه حرفي الصويرة، وهي تنتشر في مختلف أرجاء المدينة، وصارت تخصصا فرضته تحولات الزمن وندرة الخشب على الصناع. فكل قطعة من العرعار مهما كانت صغيرة قابلة للاستغلال، وأحسن ما في العرعار ذلك القادم من شجرة فاق عمرها قرنا. لا تخلو أسواق أزقة الصويرة الضيقة العامرة بالناس من محل لبيع إحدى القطع الخاصة المصنوعة من خشب العرعار، فالحرفة مرتبطة بتاريخ أهل الصويرة العريق، وما زالت إلى اليوم رمزا للمدينة. خلال السنوات القليلة المقبلة ستصير هذه التحف الفنية التي أبدعتها يد الصانع نادرة أو باهظة الثمن، لأن غابات العرعار المزودة بالمادة الأولية آيلة للنضوب، وإن استمر الحال هكذا فلن تبقى سوى ذكرى ورائحة خشب صنع بعضا من أمجاد هذه المدينة.